بالتبريكات للوافد الجديد السيد عميد أول للشرطة طمين عزدين المعروف بمساره المهني الحافل والمشهود له بالكفاءة والإتقان في مهامه. أتوجه بالشكر الجزيل إلى السيد المدير العام للأمن الوطني الذي وضع في شخصي ثقته بتعييني على رأس أمن ولاية الجلفة، هذه الولاية الهامة والحساسة، وفي هذا الجو الخاص جدا المعروف بانتشار جائحة كورونا، تقدم إلى كل مواطني هذه الولاية المضيافة أن يلتزموا بالتوصيات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها السلطات العليا للبلاد.